أوديولابي، شارك المعرفة. مرحبا بكم أيها الرائعون في مقال صوتي جديد. بداية، ادعم قناة أوديولابي بالضغط على زر لايك. الكثير من المشاغل والأمور تحوز على تفكيري واهتمامي. لن أدعي العمق وأتبجح بتفكيري الدائم في البيئة والفقر، المجاعات والسلام العالمي، بيد أنني أفكر فيها بالفعل مع مشاكلي الصغيرة الخاصة كشكل شعري، صحتي وبشرتي. وبالمثل، هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يعطيها الآخرون كامل طاقته، لكنني لا أهتم بها على الإطلاق. أولاً، رأي الناس بي يمثل رأي الآخرين بي أقل الأشياء في العالم التي قد أهتم بها، على الرغم من أنني كنت في السابق أخصص الكثير من الطاقة ليحبني الآخرون، ولكن مع مرور الوقت أدركت أنها مضيعة للجهد. من العبث أن تعتذر لكونك نفسك. من غير الممكن أن تحصل على إعجاب كل شخص تقابله، ومن الأفضل قبول ذلك. ثانياً، ثمن الأشياء. أنا أعلم أن أسعار السلع مثل الغاز والكهرباء آخذة في الارتفاع، وهناك تضخم في السوق. على الرغم من ارتفاع الأسعار، سيستمر الناس في الاستهلاك، ولا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله حيال ذلك. هناك أناس في العالم يعيشون نقصا في الغذاء، ونحن نصاب بالهوس على زيادة أسعار الغاز ببضعة سنتات. ثالثا، إذا مت غدا. إذا كنت سأموت غدا، فليس هناك أي شيء يمكنني فعله حيال ذلك. الموت هو حقيقة أساسية للحياة، لذلك بدلا من إضاعة وقتي في التفكير في الموت، سأقضي وقتي في عيش حياتي على أكمل وجه. أود أن أنغمس في مغامرات وخبرات جديدة. الحاضر هو كل ما لدي، ولن أتركه يضيع. رابعا، ما يفعله الآخرون. أنا لا أزعج نفسي بالحياة الخاصة للآخرين، وما يفعله الناس في خصوصياتهم هو حقهم المطلق، وأرفض أن أحشر أنفي به. لدي أشياء أفضل لأفعلها بوقتي. خامسا، حول من يصبح الرئيس. قد يكون هذا مفهوما، ولكن بصراحة لا يهمني من سيصبح الرئيس أو أي انتخابات إذا جاز التعبير. أنا لا أثق بأي قائد أو سياسي، لأنهم مهما فعلوا ليس لنا رأي حقيقي في ذلك. ديمقراطياتنا هي خدعة، ولا أستطيع أن أهدر طاقتي على الدفاع عن الزعماء. سادسا، كيف كانت الحياة صعبة بالنسبة لك؟ إذا كنت من الناس الذين يشكون دائما من مدى صعوبة الحياة وأنه لا يمكنك التعامل معه، فأنا لست الشخص المناسب الذي سوف يستمع إلى هذه الحماقة. إن حديث وشكوى شخص ما عن مشاكله التي لا تنتهي يبدو مروعا بالنسبة لي، لذا أرجوك توقف. سابعا، التلفزيون. يمكنك أن تشاهد شيئا مثيرا جدا على التلفاز، لكنني لا أهتم بذلك. إن التلفاز ووسائل الإعلام تثير إشمئزازي بلا نهاية. ثامنا، آلامك وأمراضك. لقد كان لدي ما يكفي منها في الماضي، ولا يمكنني تحمل أكثر من ذلك. لا يرغب معظم الناس في الاستماع إلى الشكاوى، لذلك من الأفضل التحدث عن شيء أكثر إثارة للاهتمام. اقرأ المزيد من المواضيع الرائعة عبر مدونة أوديولابي audiolabi.blog. شاهد أيضا وتابع أوديولابي على تويتر، ساوند كلاود وفيسبوك.